راديو الا قول لي عمور يا نعم. ايه الانطباع اللي بيتاخد عنك بما اننا بنتكلم عن انه في اتيكيت لمقابله الناس لاول مره فكل واحد ياخد عن التاني انطباع طبيعي جدا ايه اول انطباع بيتاخد عنك؟ والله ما اعرف. لا ما تقولش كده. والله هو انا اللي خدت الانطباع. اقول لك انا هو اللي خد الانطباع يجي يقول لي اقول لك انا. لا انا عايز حد رايه بالنسبه لي يكون يعني يقول لي انطباع فاهم. ما هو انا رايي اهو. ما رايي موجود. تبص بره يعني. ليه مش تبص جوه الاول؟ لا ما هو انا يعني رايي موجود اهو. انت يعني عايز تقولي رايك؟ لا عايز اقول لك الناس بتشوفك بتقول ايه اول مش انت عارفه الناس بتقول ايه لما بتشوفني؟ طبعا. طب الناس بتقول ايه لما بتشوفك؟ طيب الناس بتقول ايه لما بتشوفك؟ يا خبر بيبقوا بيعجزوا عن التعبير والكلام. بيقولوا نكت. هما يا عيني بيتصدموا فبيسكتوا. يعني بيبقى فيه كلام. بس انا تكسرت الاقاويل على راي حزلقوم. تكسرت الاقاويل في المنطقه دهيا تحديدا. انا مفيش حد الاقاويل تكسرت في الحته دي. انا مفيش حد ادى انطباع زي التاني. تمام. عني. طيب يبقى ده معناه ان مفيش انطباع معين. يعني في اصحابي اول ما شافوني قالوا لي انت شبه زليمة. زليمة هي شريره جدا. في قالوا الله دي لطيفه. تمام. لطيفه قالوا... الفنانه ولا لطيفه انت لطيفه؟ ما انا افتكرت زي زلال واحده والنبي اللي بتاعت النكته. لا مش هعملها دلوقتي. والنبي. لا مش هعملها دلوقتي. بنقولش كده. لا ماشي. في مثلا رغايه جدا. في أوكي. لا مفيش حد قال حاجه زي التاني. تمام. المهم ان كلهم حاجات يعني بس أنا مش في الاخر. المهم ان كلهم كانوا حاجات نيجاتيف يعني. الحمد لله. الحمد لله. حب الناس طبعا. طبعا ده مهم جدا. وعايز اقول لك ان في ناس معينه بتحب انها ما تسيبش انطباعات. يعني انا ممكن احيانا بكون كده. هو ده انت. احيانا بكون كده لو انا ما بحبش اسيب. نعم هو ده انت. ماشي تمام. يعني انا ما بحبش ان انا مثلا ابقى ماشي واحنا في انطباعات. ليه بقى؟ لسببين. السبب الاولاني ان في مثل اجنبي. شوفي مثل اجنبي يقول لك ايه first impression last اللي هو فكره ان الانطباعات الاولى بتدوم. انا مش مع الفكره دي. فانا مش عايزك تاخد عني انطباع يدوم وانا مش كده. يعني انت وظروفك. يعني احنا لما اتقابلنا كنت ممكن ابقى النهارده في احسن حالاتي او مجهد شويه الله اعلم. يعني وارد ده يكون موجود وده لا. طب انا عندي اوفر ثينكينج دلوقتي. انت المفروض تحله لي. اللي هو ايه؟ ان انت ما بتسيبش انطباع. اول مره. ماشي. طب ما انت هتتقابل هتبقى بالنسبه لك اول مره. ما هو لازم هيبقى في اول انطباع. ما طبعا هنفضل بقى عايشين كده من غير انطباع. لا الانطباعات الشخص الذكي بالنسبه لي هو الشخص اللي هيقدر يكون انطباع مع المرات مش مع المره. مره دي لو احنا هنشوف بعض وش الضيف ونمشي اللي هو مثلا ايه موظف خدمه عملاء حد فني بتعامل معاه حد بيوصل لي حاجه حد قعدت معاه وعارف ان الوشوش مش هتتلاقى تاني انما احنا هنعمر مع بعض بعون الله يبقى نقعد مع بعض قعدتين وثلاثه واربعه نكون فيهم وجهه نظر. الراجل ده مش سهل على فكره. انا عارف انا مش سهل. انا عارف انا لا فانما نقعد نتقابل مع بعض فتاخد عني انطباع فتحكم عليا ان انا كويس او مش كويس يبقى لا لا اهدى بس. لا أنا بس عايزك تهدى عشان في انطباع دلوقتي بيتاخد عنك حاجه. لا يا جماعه ما بحبش. لا دول عشره يا لهوي. عشره شيزون يا لهوي كده كلام.